اهلا، انا داليا. النهارده جايلكم منتجات الخريف للعنايه بالجسم من باص. بس قبل ما نبدا، يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. يلا نبدا. اول حاجه هتكلم عليها السكراب. السكراب ده من اجمل الحاجات اللي تقدري تستخدميها في الخريف او في الشتاء. اول حاجه يكون فيه سكر مارشميلو، بيطلع الجلد الميت من الجسم، وبصراحه من اجمل المقشرات اللي تقدري تستخدميها. استخدميه حلو. طبعا عشان احنا في الشتاء لازم بنستخدم الغسول اللي هو معاه الكريم، الاتنين في واحد. ده غسول للجسم وكريم مرطب بالعسل. مارشميلو بتجيبيه هو كفايه في الشتاء انك انت تستخدميه، ويرطب الجسم ترطيب كبير جدا. يعني لو جسمك مش محتاج في الشتاء غير انك انت تستخدمي ده مع المؤشر، ده كفاية. لو انت جسمك في الشتاء بيحتاج ترطيب زيادة، بتستخدمي معاه الكريم ده. لو حبيتي ترطيب زيادة بتجيبي الكريم، والكريم دوت باللاتيه والقرع والمارشميلو. ده كفاية جدا ان انت تستخدميه مع المؤشر. والمؤشر تستخدميه مرة في الاسبوع، مرتين. تقدري تستخدمي الغسول، وبعد الغسول ما بتستخدمي المرطب للجسم اللي هو الكريم. ولو عايزة زيادة ترطيب بتستخدمي الزبدة، والزبدة دي بتكون فيها زيادة ترطيب للجسم لو انت في الشتاء محتاجة لترطيب زيادة. حقيقي منتجات في منتهى الجمال، يعني مش محتاجة تجيبي اي شيء تاني بعدهم، وانا بنصح بيهم جدا لان منتجات بتخلي الجسم ناعم مش محتاجة بعده حاجة. مست بتاع المارشميلو من اجمل الانواع اللي تقدر تستخدميها لانها بتفضل ثابته، ومجموعه بجد تجنن. واحلى ما فيهم السكراب. ودلوقتي هتكلم عن تاني مجموعه، وهي مجموعه الخريف بالكراميل، هو مشمش وكراميل الملح. ده سكراب في منتهى الجمال. بيكون السكراب كله سكر، يعني تيجي بتدعكي جسمك بتلاقي الحبيبات بتاعت السكر موجوده. من اجمل الحاجات اللي تقدري تستخدميها للجسم ده في السكراب. يجي بعده الغسول والكريم، الاتنين في واحد، بتستخدميهم بتوع الخريف بيجننوا. حلو حلو حلو. ده بيكون غسول الجسم مرطب بالعسل، فبيكون مدي ترطيب رهيب. تغسلي بيه الجسم بيدي ترطيب لوحده مش محتاجة حاجة. وبعده لو انت حبيتي ترطيب زيادة بتستخدمي الكريم، حبيتي ترطيب اعلى استخدمي الزبدة بتاعته. بعد ما بتخلصي تستخدمي المست، وهي بتكون من اجمل الحاجات اللي بتستخدميها في الخريف. الريحة بتثبت، تكون جميلة. واخر حاجة السكراب اللي بالقرع ده، جبته لتاني مرة لانه كان عاجبني جدا، وكنت اول مرة استخدم حاجة بالقرع فجبتها. وبصراحة من كتر ما كنت بستخدمه جبت 3، مفضلش منه الا واحد، وبقيت المنتجات بتاعته خلصت ومفضلش الا دول ان انا اصورهم. ريحة المست بتاعة باص في الشتاء صدقيني بتبقى ثابتة جدا، وبتبقى جميلة، وبتفضل معاكي طول النهار. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا او طلعتوا باي معلومة. وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة.